أريج وصلنا لمساحتنا الفنية لليوم يلي بتحمل لمسات فنية وإبداعية. حفل راقص هو العنوان اللي حمله معرض ضمن حوتات خشبية توزعت على 21 عمل للفنانة التشكيلية سيماف حسين يلي اليوم بصرنا نرحب فيها وهي ضيفتنا بصباحنا غير. أهلا وسهلا فيكي سيماف، سعد صباحك. أهلا وسهلا فيكي، صباح النور. أهلا صباح الخير سيماف. حفل راقص كان عنوان المعرض يلي تم افتتاحه، مع أنه كانت معروضاتك كلها خشبية وبعيدة عن الحركة والرقص، ليش اخترتي هالاسم؟ لانه المنحوتات كلياتها اخذت لقطات من رقص، من رقص عده انواع، عده تمام، يعني حضارات، شكل حضارات. بما انه الرقص هو لغه عالميه، فينا نقول انه انواع الرقص هي لهجات او لكنات، فانا اخذت لقطات من كل لهجه او لكنه او نوع رقص ولخصتها بعمل. كانت الغالبية أنثى، في بعض الأعمال كان فيها ثنائية أنثى ورجل، لأنه الرأس مو دائما بيكون أنثى، أوقات بيكون في تكامل بين الأنثى والرجل بهي الثنائية اللي هي ثنائية أبدية، هي سر الكون، سر الاستمرارية لإلنا. يعني فكرة غريبة حاولتي تطرحيها، كيف يعني انولدت هالفكرة عندك وقديش كان في نوع من التميز قالوا لك العالم يلي أخذتي رأيهم فيه؟ هلا أنا تخرجي كان رقص شرقي، فبعد ما تخرجت 2013 حبيت إنه ليش ما بوسع الفكرة، بخليها تصير إنه الرقص بشكل عام، ما انحصر بالرقص الشرقي، فبلشت احضر لها انه وسع فكره الرقص، اعمل الرقص بالعموم، تدمجيها بباقي الفنون، ادمجها بباقي الفنون، لانه وقت اللي بيكون معرض فردي بيكون معك مساحه اكبر، بيكون معك عدد اعمال اكثر، مو مثل التخرج. هلا يمكن عم ينعرض بعض من الصور يلي كانت صور من حوتاتك اللي شاركتي فيها بالمعرض سيماف، شاركتي ب 21 من منحوته. تمام، كيف بلشتي العمل فيهم وامتى نهيتيهم؟ اخذ العمل فيهم 3 سنين، صار لي 3 سنين عم حضرهم. النهايه ما في عمل بينتهي الصراحه، كل عمل بتحسي انه لسه فينك تعطيه، لسه فينك، بس في لحظة بتقولي إنه خلص أنا اكتفيت، هو بياخد أكتر، لسه فيني اشتغل فيه أكتر، بس أنا اكتفيت منه، ما عاد بقدر أعطي أكتر. كل منحوتاتي كانت خشب، ليش اخترتي الخشب بالتحديد؟ كمان ما كان في دمج يمكن مع باقي المواد. هلا الخشب هي خامة راقية، خامة كلها إحساس، فيها دفى كتير، وخاصة إن هي كانت نبات، كانت حي، كان فيها روح. ترجعي تعطيها روح تانية، تعطيها حياة تانية بشكل جديد، بأسلوب جديد. فكرة حلوة إنك ترجعي الحياة لخامة. تماما. قديش بتحسي سيماف المنحوتة أحيانا إذا كان شغلت بروح فهي بتحكي؟ هلا المنحوتة بتحكي لأنه أنا بحكي معها. تماما. أنا بحسها، يعني أنا بزعل منها وبطل أقدر أشتغل فيها وبرجع برضى أنا وياها، بنرجع بنشتغل. اوقات ايه بحبهم كثير. تماما. بصير في علاقه بيناتنا، انه بحس انه هي الي، هي انا، تشبهني. انت شاغلتيها في تفاصيل معينه، انت اوقات بحاكيها، اوقات بعطيها مني بخليها تشبهني، اوقات ما بحبها تشبهني، في شغلات ما بدي اياها تشبهني فيها. اي منحوته سيماف من المعرض اللي قدمتيه حسيتي انه هي سيماف؟ اكيد اعطيتي لمسه من روحك لكل عمل عم تشتغلي، لكن دائما بضل في شيء بتحسيه اقرب لإلك. هلا بما انه كل الاعمال كانت مرأة تقريبا، فبحسهم كلياتهم بيشبهوني. اذا ما كانوا بيشبهوني وما بيعبروا عني، فمعناتها مو صادق شغلي، لانه ما فيك تشتغلي شيء ما بيشبهك، ما فيه من روحك، بتكوني عم تنسخي. انا حاولت انه ما انسخ شيء، حاولت انه كلياتهم خليهم مني انا، بيشبهوني انا مشان يصلوا، لانه اذا مو شيء من القلب ما بيصل للقلب، ما بيتلقى المشاهد مثل ما انت حابه. اكيد دائما الفنان التشكيلي سواء بلوحاته او حتى بمنحوتاته هو بيعبر عن مكنونات جواته، يعني هلا انت حكيتي انه انت دائما بتحبي يكون مثلا منحوتاتي انثى، ولكن خلال المعرض انت ثنائي، كونه ثنائي هو رجل وانثى، قديش شو بتعتمدي بمنحوتاتك؟ اكثر شيء بتعتمدي عليه؟ هلا الانسان هو سر الجمال، هي ما بنقدر نختلف عليها.
الله كرمه، فانت وقت اللي بتشتغلي انسان بتكوني عم تقدسي هذا الجمال اللي الله اكرمنا فيه نحن كبشر. تماما. المراه شيء بيمسني انا كانثى، بس ما فينك تعزلي الدنيا انه بس مراه، لانه نحن الطبيعي في تكامليه، الكون في تكامل، نحن موجودين لنتكامل. فمشان هيك ما فيك تنفي الرجل من الأعمال. سيماف، يعني إقامة معارض ومشاركة الفنان بعدة معارض، قديش برأيك ممكن الفنان يقدر يوصل لأكبر شريحة من الناس عن طريق المعارض؟ هلا المعرض هو منفذ للفنان يعرض شغله، يخلي الناس تشوفه، يخلي الجمهور يشوفه، يطرح حاله. فإذا اشتغلتي قد ما اشتغلتي أعمال وانت اكتفيتي انه انت بورشتك بين قرايبينك أصدقائك معارفك، ما حتوصلي للعالم. فالمشاركة بمعارض جماعية أو ملتقيات جماعية كتير بتخدم الفنان وكتير بتسوق له وبتسوق للفكرة تبعيته فنياً ليطلع عليه الجمهور، بس المعرض الفردي بضل له لذة خاصة. تمام. يعني سيماف دائماً في صعوبات، في عقبات بيواجهوها أي شريحة يعني بتشتغل بالفن. كيف الفنانين التشكيليين بيقدروا يواجهوا الصعوبات، وشو الصعوبات اللي أكثر شيء بتواجههم؟ هلأ في صعوبات بشكل عام، وضع بلدنا أنه الوضع صعب، في كتير فنانين طلعوا لبرا بسبب انه ما عاد قدروا يكملوا، في فنانين لا بلشوا هلا بالحرب، يعني تخرجوا بالحرب وبلشوا شغل بالحرب وعملوا مشاغلهم الخاصه. الفنان بشكل عام نفس الصعوبات اللي بيواجهها، اللي هي الخامه اللي قدامه، كيف يطوعها، كيف يشتغلها، شو كل خامه لها مشاكلها، بس ما لها مشاكل بتعيق انه يشتغل الواحد، لانه كل ما كثرت الصعوبات بتقدري تنجزي افضل. تمام. خبرتينا انه اخذتي شغل لهالمنحوتات 3 سنين، امتى ممكن نشوف معرضك القادم؟ يعني بوقت اقرب من هي؟ اكيد لازم يكون بوقت اقرب، لانه هذا اول معرض فردي، فيعني التجربه الاولى بتاخذ وقت اكثر، بتاخذ دراسه اكثر، بيطلع فيها اغلاط اكثر. تاني تجربة بتكوني خلص عرفتي المشاكل اللي هتواجهي، عرفتي الصعوبات، تتجاوزيهم أسرع. أول معرض كان فردي، ممكن نشوفك بمعارض فيها تشاركية مع باقي الفنانين؟ هلأ قبل إيه كنت أشتغل معارض جماعية، بس فردي هذا الأول. قديش فيه هيك بالفعل يعني نكهة خاصة وانطباع خاص، ويمكن مسؤولية أكبر على الفنان إنه كل معروضاته هي لإله؟ مسؤولية أكبر، لأنه كله أنت مسؤولة عنه، كله اختيارك أنت، كله قرارك أنت، ما فيك تحملي الغلط لحدا. الغلط بيكون يعني كلياتنا بنغلط، بس طول ما أنت عم تشتغلي عم تغلطي، فأنت متحملتيه كله من ألف للياء. تمام. يعني خلال المعرض اللي شاركتي فيه تم بيع بعض الأعمال لإلك، كيف لقيتي تقبل العالم؟ تحكي لنا شوي حتى عن باختصار عن التسويق لأعمالك. هلا تم بيع بعض الأعمال بشكل عام تقبلوا، بس ما فيك ترضي الكل، يعني أوقات مو كل الأعمال بتعجب الكل، ومو كل الناس بتعجب بشغل الفنان. في عالم ما بتتفق معي لا بالمدرسة ولا بالأسلوب ولا بالفكرة، في عالم بتتفق معك بالأسلوب ما بتتفق بالفكرة، ما بتتفق بفكرة المعرض. في أعمال انحبت، في أعمال ما انحبت. أذواق، الفن بضل أذواق. اليوم كفنانة تشكيلية شو بتحبي توجهي كلمة عبر منبر برنامجنا؟ حب وجه كلمة إنه الحمد لله بعد 7 سنين حرب، بعد 7 سنين تعب، لسه عم بصير في معارض، لسه في فنانين عم تشتغل، إن كان من الفنانين الكبار المخضرمين اللي نحن بنعتز فيهم والبلد كتير بتفتخر فيهم، وإن كان الشباب اللي بلشوا. تماما. أكيد. يعني نحن بدنا نتشكر سيماف وجودك معنا، بدنا نتمنى لك التوفيق، وناطرين مشاركاتك بمعارض تانية. موفقة. سلامي. شكرا لك سيماف، وموفقة يا رب. شكرا.